مساء الخير عليكم من كل مكان، ومبسوطين نكون مع بعض في لقائنا اللي بيتجدد كل ثلاث. وحقيقة كانت فكرتنا ان احنا مش نكون كنيسة بديلة ولا نكون اي شيء، لكن يكون الوقت ده في لقاء لتشجيعنا وتعزيتنا ورجوعنا لكلمة الله، وتناول كل المشاكل التعليمية واللاهوتية والروحية والمشورية اللي تهم حياتنا وتهم خدمتنا وتهم أفكارنا، اللي بندور في كلمة الله عشانها وعشان نعرف وعشان نتعزى وعشان نرجع لكلمته. هو ده هدف صفحتنا أساسيات مسيحية. احنا بنتناول قضايا مهمة، لكن النهاردة عندنا وقت روحي، وقت تعليمي وعملي أكتر ما هو تعليمي. وبيشرفنا أن يكون معنا ضيف كريم، لكن في البداية بشجعكم أن يكون الوقت ده خاص جدا، فساعدونا بتعليقاتكم، ساعدونا بطلبات الصلاة، وساعدونا كمان ان انتوا تشاركونا باي سؤال يهم الموضوع بتاعنا. وباختصار كده موضوعنا النهاردة مهم جدا، عن ماذا بعد. احنا خلصنا ازمة وخلصنا مرحلة، وقبل ما اقدم ضيفي هنتكلم عن ايه اللي بعد مرحلة الغلق اللي قد تنتهي، وايه اللي بعد مرحلة انهاء الحظر، ايه اللي بعد مرحلة انهاء الحجر، ايه اللي بعد مرحلة فقدان اشغال، خسارات اشياء كثيرة، ايه اللي بعد مرحلة موضوع مرفأ بيروت. امور كتيرة العالم بيتعرض لها، الخدام بيتعرضوا لها، الكنائس بتتعرض لها، نفوسنا بتتعرض لها، من ضيقات، من تحديات، من اضطهادات، من تشجيعات، من شتات، ومن أشياء كثيرة. النهاردة بيشرفنا يكون معانا والدي وروحي والجسدي الأخ طلعت فكري. مبسوطين أن حضرتك تكون معانا في البداية. شكرا لك يا صامويل حبيبي، ربي يباركك. يعني أنا مش عارف أقول ابني، طبعا أشكر ربنا أن أكون موجود في هذه الحلقة بهذه الكيفية والطريقة. وصحيح ده يشرفني أن حضرتك ابني و عزيز على قلبي الروح والجسد، لكن أنا بنظر إليك كشخص بتخدم الرب مخلص أمين مع بيتك ومع خدمتك ومع عملك ووظيفتك، وبنصلي لأجلك ولأمثالك عشان يكون في توازن طبيعي ودقيق في أمورك الخفية السرية في علاقتك بالرب الشخصية، وأيضا بعلاقتك بالأسرة وعلاقتك بالاجتماعات والكنيسة المحلية والكنائس اللي رب بيستخدمك فيها وعلاقتك بالسوشيال ميديا. والحقيقة بنشكر رب جدا، الحقيقة احنا بنعتبر كل المشاهدين معانا في أنحاء العالم عيلة واحدة، والحقيقة هو كده، الرأس الممجد في السماء وإحنا أعضاء الجسد، وإحنا زي ما قال كتاب في أفسس 2 أهل بيت الله، وإحنا هيكل الله، وإحنا بناء الله، إحنا فلاحة الله. ونتشرف جدا ان نكون موجودين دلوقتي. بنصلي كتير قوي ان الحلقه دي تكون خاصه جدا، وانا جاي في ضعف وخوف ورعده قدام الله اقول كده، لان الموضوع بحس ان الاباء اللي معايا والامهات يعرفوا يعني ايه اب مع ابنه في حوار، وموضوع روحي وموضوع تعليمي وموضوع تطبيقي وموضوع حياتي. وإحنا الساعة دي نود من روح الله القدوس أن يكلم كل النفوس على مستوى العالم. ونشكر كل المشاهدين والمستمعين اللي سهرانين أو مبكرين عشان يكونوا معانا. وأشكر دعوتك الكريمة صامويل، وبشكر كل فريق العمل وكذلك المخرج عزيزي فادي ويوسف وكل التعبين. ربي يباركك. ممكن تقودنا في صلاة افتتاحية في بداية وقتنا قبل ما نتكلم في موضوعنا المهم جدا؟ أمين. تعالوا أحبائي كلنا نسكب في أمام الرب في هذه اللحظات، وإن كان معك أسرتك أو وحدك ما يشغلكش التليفون، ما يشغلكش أي حاجة من فضلك. إحنا محتاجين صلاتك، وإحنا برضو هنصلي لأجلك. وإذا كنت الأول مرة تحضر فرصة مثل هذه، أرجوك تأكد ربنا هيكلمك. يا رب احنا بنشكرك لأجل ترتيبك لنا في هذه الساعة، وإحنا بنشكرك لأجل هذه الوسيلة، وبنشكرك جدا لأجل كلمة الحياة الأبدية، وكم نشكرك جدا لأجل شخصك الكريم الكلمة المتجسد،
وبنرجع يا رب للكلمة الوعظية البنيانية، وكم نشكرك لأجل هذه الكلمة اللي فيها نبوة تتحدث عن شخصك، وكم نشكرك لأجل مرجعنا شخصك، ومرجعنا أيضا كلمتك لنوصل لشخصك ونعرفك أكثر فأكثر. اذكر إخوة وأخوات يا رب اللي موجودين معانا في أنحاء المسكونة، باركهم واستخدمهم وأزرهم. اذكر كل سؤال وكل إجابة، ما كنتش تدينا قوة ومعونة مش هنقدر نواصل أو نتواصل حتى مع أنفسنا أو مع الآخرين. اجبر نقصان ضعفنا وأيضا قصورنا، واذكر يا رب الإنترنت، واذكر الكهرباء، واذكر العاملين، واذكر التعبين، واذكر المرضى يا رب، خاصة كورونا فيروس، واذكر الظروف الحالية للي فقدوا شغلهم، واذكر أحبائنا في لبنان وبالأحرى بيروت وتأثرها، واذكر إخوتنا وأخواتنا في أنحاء كثيرة في المسكونة والبلاد يا رب التي تكتس في ضيقات أو معاناة. من يجرى عجبا ويصنع مفتخرا إلا شخصك الكريم. نرجو إنك تدينا يقين حقيقي بحضورك من البداية للنهاية في هذه الفرصة، ويكون التأثير أبدي ليس تأثيرا وقتيا. في اسمك الكريم ربنا يسوع المسيح استجب ليك من كل القلب كل الشكر. آمين. موضوعنا النهارده بعنوان ماذا بعد عن التهديدات وعن الضيقات وعن الشتات. هنركز عن امور عمليه في حياتنا وفي خدمتنا بنواجهها، وهنشوف الكتاب بيتعامل معاها ازاي، وهنشوف ايه اللي نعمله بعد الامور دي، وايه اللي قبلينا واللي سبقونا واجهوا الامور دي ازاي وفي وقتها وبعدها. والحقيقه الاخ طلعت او بابا يعني بيقوم ببرنامج يوم السبت، انا بساعد في تقديمه، في فكرة الحجر الروحي كانوا بيتناولوا فيه شخصيات كتير من العهد القديم والعهد الجديد، عشان كده فكرنا نلتقي بيه ونعرف منه عن سفر أعمال الرسل إيه اللي بيحصل في السفر ده، وإيه الاضطهادات اللي واجهوها المؤمنين والخدام، وإيه الحاجات اللي ممكن إحنا ممثلين نواجهها زيهم. فتعالوا نتناقش مع بعض في الأمور دي. في البداية، إيه رأيك في موضوع قصة أعمال الرسل كسفر تاريخي في بداية الكنيسة؟ هل السفر ده في اضطهادات وفي ضيقات تشبه الاضطهادات والضيقات اللي بنواجهها اليوم؟ طبعا أشكرك جدا على السؤال، والسؤال مناسب جدا خاصة في الوقت الحالي. لا شك أن سفر الأعمال، أعمال الرسل، لا شك أن هذا السفر بصفة خاصة بدءا من الأصحاح الأول حتى أصحاح 28 بنشوف تقريبا 9 مواقف رئيسية فيها ضيقات أو اضطهادات أو معاناة. ولا شك الحقيقة كل مرحلة من المراحل بنلاقي بعدها تعليم مهم قوي ودروس لازم نستفيد بيها وقفزة عجيبة جدا. وسفر الأعمال الحقيقة قبل أن يكون أعمال الرسل هو أعمال الروح القدس في الرسل، وهو أيضا السفر الانتقالي، السفر التاريخي الانتقالي اللي قبل ما بيدخلنا في الرسائل حيث نجد التعليم أو الخريطة الخاصة بالكنيسة، أعني الكنيسة سواء الكنيسة المحلية أو الكنيسة العامة. النقطة الثانية، أذكر حاجة مهمة قوي، إن أهم محورين في سفر الأعمال هو محور الصلاة والرجوع للمكتوب، الصلاة ورجوع المكتوب. ومع هذين أي الصلاة والرجوع للمكتوب نجد الإيمان، دور الإيمان، سواء حينما كانوا قدموا إيمانا تعليميا أي حقائق أو عقيدة كتابية صحيحة إيمان أقدس، أو ما يقصد به إيمان الخلاص أو خلاص النفوس التي تؤمن، أو ما بين الاثنين ثقتهم في التواصل وفي المثابرة وفي الصمود أمام هذه الضيقة. شكرا على الإجابة الرائعة المختصرة، ربي يباركك. لكن في بداية رحلتنا في سفر أعمال الرسل بنشوف مواجهة في أعمال 4، هنقراها مع بعض وناخد رأيك فيها، مهمة جدا. اتفضل. في أعمال 4 من عدد 19 هتكون قدامنا على الشاشة دلوقتي، في حاجات مهمة قوي بتذكر عن بطرس ويوحنا. فيقول الكتاب الكلام ده في عدد 19، فأجابهم بطرس ويوحنا
بعد ما حبسوا، بعد ما يعني حصل لهم تهديد في الوقت ده، أجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا وسمعنا. ده بعد ما حصل لهم كده. ويجي نعم بعد كده في عدد 23 و24 يقول الكلام المهم ده: ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبرهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: الصلاة اللي احنا برضو عايزين رأي حضرتك فيه. لكن بعد كده في نهاية الجزء ده، قبل ما أسألك السؤال المباشر، في عدد 29 نفس الإصحاح بيقول حاجة أهم برضو: والآن يا رب في الصلاة دي انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. إزاي نعم خدوا القوة دي؟ إزاي بيصلوا الصلاة دي؟ إزاي بيقولوا الكلام ده لناس حبساهم وبتهددهم؟ إيه اللي بيحصل ده؟ وإيه القوة دي؟ وجابوها منين؟ وإيه المشهد اللي قدامنا ده أصلاً؟ حصل فيه إيه بالظبط؟ لا شك ان في نقطة محورية رئيسية أساسية، ان في تحول عجيب للتلاميذ من يوم الخمسين، تحول عجيب جدا وتغيير عجيب جدا من يوم الخمسين. وكلمة يوم خمسين ده بيقابل عيد من أعياد في العهد القديم، وهو عيد الأسابيع أو عيد الخمسين، اللي هو 7 أسابيع، 7 في 7 ب49، وغد السبت اللي هو 50. والخمسين هنا يعني 50 يوم من قيامة الرب يسوع المسيح، حيث الروح القدس حينئذ سكن فيهم وأسس الكنيسة. فعشان كده الروح القدس اللي فيهم مديهم قوة، قوة غير عادية، وبيساعدهم الروح القدس. عشان كده قلنا ده سفر أعمال الروح القدس، بيساعدهم ان يذكرهم بالمكتوب اي بكلمة الله. عشان كده ملاحظ جدا اي واحد يقرأ سفر الاعمال يلاحظ كلمة مكتوب بتيجي مرات كتير قوي، ومرجعها كلمة الله العهد القديم، لان العهد الجديد طبعا حتى هذا الوقت لم يكن قد كتب الا رسالة زي تسالونيك الاولى وتسالونيك الثانية في بداية الخمسينيات، يعني 50 51 وسنة 57 كورنثوس. طبعا السفر ده اتكتب سنة 63. فكلمة مكتوب دي بتساعدهم كتير بالروح القدس انهم يوضحوا، فعندهم قوة. حتى كلمة قوة اللي بتيجي مرات كتير تيجي بمعنى ديناميت، فبتفجر الخطية اللي قدامهم وبتفجر الصعوبات اللي قدامهم وتديهم قوة مضاعفة على الاحتمال ايا كان الاحتمال. فدور الروح القدس مهم قوي، ودور المكتوب. وهذا برضو بيقودنا الجزء الثاني، حينما يخاطبوا أناس آخرين غير عبرانيين لا يؤمنوا بمكتوب أو كتاب عهد قديم أيا كان، أو أي سفر أو ناموس أو أي وصية من الوصايا 613 وصية، كانوا يرجعوا للرب الخالق في الخليقة، زي ما هنشوف لا سيما الجزء الأخير من سفر الأعمال، أي إلى أقصى الأرض، حيث نجد أنهم يتعاملوا مع أمم أو يتعاملوا مع وثنيين ويتكلموا عن الرب الخالق. فالقوة لا شك قوة إلهية بالروح القدس بتساعدهم بنور في الكتاب المقدس، وهم اوريدي مستنيرين. وكلمة مستنيرين أو مستنير عيون أذهانكم تيجي في اللغة اليونانية إن شخص واقع دائما تحت احتياجه للنور ده، مش بعيد إطلاقا عن أشعة النور الحقيقي، كان ينتظر. عشان كده كان عندهم قوة متجددة، وامتلاء بالروح القدس كان امتلاء متجدد زي ما يحدث مع كثيرين. هل التهديد موقع في حياتنا مع الرب خدمتنا؟ التهديد ايه بعد اذنك؟ هل التهديد متوقع في حياتنا وخدمتنا مع الرب؟ طبعا التهديد دي نقطة يتعامل حسابها في كل وقت،
في كل وقت. وعشان كده مثلا في سفر نحمية أصحاح 6 شوف التهديد لسنبلط وطوبيا وجشم العربي، شوف التهديد لنحمية في موضوع بناء السور لما عرفوا بس ان السور قد بني. شوف أصحاح 6 كم نوع من التهديد. في سفر دانيال أصحاح 6 برضو نفس الشيء، شوف التهديد من الوزراء والمرازبة اللي يوصلوا لداريوس اللي كان بيحب دانيال. في كلمة الله بالأحرى وده الأكثر أهمية في بطرس الأولى أصحاح 2، رب المجد له كل المجد تبارك اسمه الكريم، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. فالرب يسوع المسيح ياما هددوه في إنجيل يوحنا سواء بالخطف أو بالرجم أو غيره، لكنه لكل المجد كان هو مثالنا في احتمال هذا التهديد. فأنا شخصيا في خدماتي أو سفرياتي بشوف خواتي بيتهددوا، وأي تهديد. أنا فاكر كنت في مؤتمر وكان أعداد كبير، المؤتمر ده كان في أوروبا، وفي نفس الوقت قالوا لنا كله يقفل موبايلاته وممنوع حد يصور أي تصوير. ليه؟ واحد هيقف من بلد معينة إحدى البلدان وهيقدم شهادة عن العمل، والبلد دي كلها تهديد، كلها تهديد. لسه عريس وعروسة اتجوزوا منذ أسبوعين، وواحد حبيبي من العائلة راح حضر، العريس والعروسة مش قايلين هم رايحين دولة فين عشان يخدموا، هم مرسلين. فلابد التهديد يكون المؤمن عامل حسابه في أي وقت، متسلح بنية الألم أو نية التهديد. هل لحضرتك تعليق على الصلاة اللي هم قالوها هنا؟ وإيه الحاجة اللي نتعلمها في الصلاة قدام التهديد بيصلوها بطرس ويوحنا؟ شوف الصلاة هنا بصفة خاصة مؤثرة قوي. ليه؟ أولا هم تعبانين، تعبانين جدا، وبعدين ما تمسكوش في شر ولا خطية. هو كل اللي حصل لما دخلوا الهيكل اوريدي، والرب استخدمهم في الإنسان المقعد، وكانت إحدى الآيات الرئيسية اللي في سفر الأعمال أو المعجزات، لأن كلمة معجزة بحصر اللفظ ما جاتش في العهد القديم الجديد، لكن جات في سفر أيوب. فطبعا الراجل اللي كان ليه أكثر من 40 سنة الرب اداله الصحة ومشي المقعد. والأصعب من ذلك إن هؤلاء كانوا بينادوا بموت وقيامة الرب يسوع المسيح. فكل ما أشوفه بقى في الصلاة بيكلم الرب بطريقة عجيبة جدا، تأكيد لما قلت سابقا. اسمع التعبير وأرجو المشاهد الكريم يلاحظ الدقة. اقتبسوا مزمور 2، يا سلام، عجبا، رفعوا بنفس واحدة صوتا. كلمة نفس واحدة أو معا جاية قرابة 12 مرة، 12 مرة جاية في هذا السفر. ده سفر عمل الروح القدس، احنا ما نصفد. فكان طبعا بيوحدهم الرب بقوة غير عادية، وقدهم معجزات كتير، حوالي 20 معجزة، سواء منها الآيات أو القوات أو العجائب. فعشان كده بنفس واحدة رفعوا، أيها السيد أنت هو الإله الصانع العجائب، الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أنا رجعت لكلمة السيد في اللغة اليونانية، السيد هنا بتيجي السيد المطلق اللي ليك السيادة المطلقة، السيادة الكاملة في الخطة والمشورات. فرجعوا للسيد. فعشان كده وإحنا بنصلي نتكلم بكل احترام لكل المجد في سيادته وفي سلطته. وبعد كده اقتبسوا القائل بفم داود فتاة، واقتبسوا مزمور 2 الجزء الثاني في الصلاة. تقديرنا أولا للرب السيد، ثانيا المرجع والتمسك بكلمة الرب زي ما قال يعقوب في العهد القديم، وأنت قد قلت إني أحسن إليك
وهنا بيقولوا له ما انت القائل، القائل بفم داود. لاحظت ازاي؟ قلت قائل. الحاجة الثالثة بيقولوا الحقيقة والوضع، اجتمعوا على فتاة القدوس، الاسم الإنساني اللي جاي الكامل، ربنا يسوع المسيح، الله ظهر في الجسد. وبعدين ذكروا الملوك أو الولاة مع الشعوب. بس اسمع النقطة الرابعة، مهما يحدث ومهما يكن ونحن في صلاتنا، كل ما يحدث سبق فعينت يدك ومسورتك أن يكون، فليس بجديد. أقصى ما يريد أن يعمله الإنسان هو اوريدي في مسورة الله. كان إيه أقصى ما يعمله؟ صلب المسيح، مش كده ولا لأ؟ طب ما الصلب ده اوريدي في كام نبوة عن الصلب؟ مزمور 22 69 وأشعياء 53، مزمور 102، مزمور 109 وغيره الكثير. طيب آخر حاجة، انظر إلى تهديداتهم. كل اللي نعمله للرب ما نطلبش إبادتهم، لا، انظر لتهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، وفي نفس الوقت بمد يدك للشفاء ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاة القدوس. وفي النهاية بقى، والشيء الجميل ان الختام فتاة القدوس، فكل النفوس تنظر للقدوس. عايزين نفوس تخلص؟ بص القدوس. عايزين بنيان للنفوس؟ بص القدوس. عايزين ان الرب يوقف التهديدات ويمنحنا استمرارية في الخدمة؟ بص القدوس. واختم صلاتك في القدوس، هتنجو كل النفوس وتتبارك وتتقدس كل النفوس ويتبارك نفس القدوس. في نهاية الصلاة أجد شيء مؤثر قوي، امتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. استجابة سريعة، استجابة عجيبة، استجابة رافعة، استجابة مشجعة. وأنا بقول لإخوتي وأخواتي اللي عليهم تهديدات في دول كثيرة بيسمعونا دلوقتي، أو في بلدان أو في قرى أو في نجوع أو في مراكز أو في أحياء، أيا كانت هذه التهديدات، اتبع هذه الخطوات. مين، شكرا على الإجابة الرائعة دي. بخصوص برضو رحلة تانية في أعمال الرسل في الإصحاح الثامن، بس قبلها بنشكر المشاهدين اللي معانا وبنشكرهم على لايكات وعلى التعليقات بتاعتهم، وبنرحب بأي طلبة صلاة أو أي تعليق. وإن كنت حابب تعمل شير أو تبعت رسالة لصديق ليك يشوف معانا الحلقة دي، هيكون شيء رائع جدا ومشجع إن كلمة الله تنتشر وإن تكون بركة وتعزية لإخواتك التعبانين والمتألمين. وإحنا الحلقة دي أو اللقاء ده مخصصينه عشان نتعزى ونتشجع بكلمة الله وناس قبلينا وسبقتنا اتألمت في رحلة غربتها، في رحلة حياتها، في رحلة خدمتها. في خصوص أعمال 8، إيه رأيك في الأعداد اللي هنقراها دلوقتي في أعمال الرسل إصحاح 8 من عدد 1؟ هقرأ مع المشاهدين بعد كده هياخد رأي حضرتك في بعض الحاجات. في عدد 1 بيقول: وكان شاول راضيا بقتله، حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. احنا بنشوف هنا نوع جديد من الضيق، بنشوف قبل ما نقرأ عدد 4 شخص وبنشوف شتات، مع كده في عدد 5، آسف عدد 4، وفالذين تشتتوا بعد كل اللي شفناه ده جالوا مبشرين بالكلمة. وبيدي مثال على كده طول الإصحاح اللي جاي: فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. أيوة. في البداية السؤال الأول اللي عايز أطرحه على حضرتك، نعم، هل المؤمنين لحد النهاردة بيتعرضوا للشتات ده، ولا ده كان في عصر قديم سابق؟
خليني أقول حاجة تتناسب مع الأيام الحالية. علاقتي بالإخوة اللبنانيين علاقة متميزة جدا، سواء في لبنان أو من خرجوا لأستراليا لأمريكا لكندا لأوروبا للخليج. أشهد قدام الرب، هم طبعا هم أخواتنا الفلسطينيين، هم من أوائل الشعوب اللي تشتتوا وبعد كده من سنة 75 لبنان بصفة خاصة وغيرها ابتدوا يخرجوا. شفنا في عين قد إيه في اجتماعات وكنائس، ألم تستقبل أناس منهم في برنامجك هذا؟ الأخ سعد. فسوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، شرق أوسط كله، شمال أفريقيا. فأيا كان الشتات مسبباته، لا سيما هذا المسبب، طبعا بركة كبيرة جدا جدا. ولكن في هذا الشتاء لابد أن نلاحظ ما عدا الرسل. فالرب بيخلي مجموعة معينة هي اوريدي معينة للمنطقة دي. هنا المنطقة لغاية دلوقتي أورشليم اليهودية هتنتقل نقلة، هتدخل في السامرة. فدي خطة ربنا ومشورته، ودي البلان أو الخطة أو الخريطة اللي قالها لهم الرب في الروح القدس في أعمال واحد، لما يمتلوا بالروح القدس وينالوا الروح القدس اوريدي، وده معنى واحد طبعا، ايه اللي هيحصل لهم؟ نالوا الروح القدس وامتلأوا، يكونون لي شهودا. اورشليم خدت الاجزاء دي، السامرة هتبدأ هنا مرحلة. تأكيد للكلام ده أربط أعمال 8 بعد إذنك ب 11 عدد 19. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق، جراء الضيق إمتى ده؟ الذي حصل بسبب استفانوس، فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكية، وابتدوا بقى وما طلعوش بس وراحوا السامرة، جزء تاني راح أنطاكيا، في أنطاكية سوريا، وبعد ذلك أنطاكية بيسيدية. تمام، شكرا لحضرتك. السؤال اللي بعد كده، هل الشتات ممكن يكون سبب انه يكشف معادننا؟ مثلا لو قلنا ان واحد هاجر، واحد نزح، قدامنا هنا معدن بيظهر بعد الشتات، بنشوف ان الناس دي بتعمل حاجة معينة، بيجهروا بالكلمة، بيكرزوا، بيبشروا، وممكن يبقى في موقف تاني مش شتات، فهل الشتات قد يظهر معادننا؟ طبعا طبعا، مش كل اللي يؤسفني جدا تشتتوا في مستوى روحي واعي. لما رجعت للكلمة هنا، اللي تشتتوا معظمهم مؤمنين يونانيين، ويغلب الظن استفانوس في طريقة انتقاله واستشهاده كانت قاسية جدا، فأحباؤه وقرايبه وإن كان يجوز لي التعبير إن أقول إنه كان معلم فريد قوي، إزاي يقدم هذا العظم في هذه الأعداد القليلة ويجمع تواريخ ويضم العهد القديم للعهد الجديد ويقدمها بالقوة، وإزاي يحتمل. فكانت كسرة قلب ليهم معظمهم اليونانيين، إزاي شاب لسه بادئ للخدمة وطالع للخدمة في بداية الثلاثينات أشبه المعمدان بطريقة وبأخرى يموت بالطريقة القاسية دي وشرهم. فلا شك الرب سمح بهذا التشتيت وسمح بهذا الاضطهاد عشان وصول الكلمة لأنحاء وأرجاء كثيرة، لكن مش كلهم في مستوى واحد. ومما يؤكد ذلك لما هندخل شوية في سفر الأعمال هنلاقي في ناس ثبتت واستمرت، وفي ناس لم تذكر، لست أدري لماذا. فعشان كده طبعا في الوقت الحالي التطبيق، مش كل اللي خرجوا
من بلادنا أو من الشرق الأوسط مستخدمين استخدام مثالي، لكن في ناس بكل أسف انغرست وانساقت في العالم وبصت في الأمور الزمنية والمادية وما عرفتش دعوتها، ما عرفتش دعوتها. وإحنا نصلي إن الرب يعمل في هذا وذاك. أنا جوايا لا ألوم على أي شخص، أي شخص أي كان هاجر، غير اللي أقول له خليك في مكانك وخليك اعرف خطة الله لحياتك. إن كان في مكانك هو خطة الله أمين، مش في مكانك ارجع للمكان الأول. فده مهم قوي ولازم أكون أمين فيه وفيما أقول. أمين، شكرا. كيف كان فيلبس بركة في هذا الشتات؟ هل فيلبس بعد ما تشتت مع المؤمنين اللي تشتتوا، كيف كان بركة من خلال المكتوب اللي قدام؟ شوف، الحقيقة فيلبس ده بركة في كل الأحوال. أعمال 6 نلاقيه فيلبس اختير من 7، ومعهم طبعا استفانوس دول أبرز الاتنين، وفيلبس في أعمال 6 وأعمال 8 وأعمال 21. في أصحاح 6 موجود اوريدي في أورشليم، وهو واحد من 7 اللي اختيروا، تقريبا زي الشمامسة اللي هم لهم خدمة المالية أو خدمة الموائد. 7 كانوا كده، لكن ممتلئ من الروح القدس ومملوء من الإيمان ومملوء حكمة ومشهود ليه. استفانوس كان كده، فيلبس باتجاه آخر. استفانوس كان خدمته مع خدمة الموائد وخدمة المالية أو تقديم احتياجات القديسين نتيجة مشكلة لما حصل تكاثر في الكنيسة، وكان في أرامل يغفل عنهم، فكان في اهتمام بفئة وليكن العبران، أما الأمم اليونان فيش اهتمام، والرب أقام 7 دول. لكن في صح 8 بقى بعد شتات، يا خبر، ده السامرة. تاريخيا السامرة دي جم اوريدي منين؟ لما نقرأ في سبي الأشوري اللي كان 720 أو 722، والمشاهد الكريم لو يحب يرجع له في ملوك الثاني أصحاح 17، قبلها ب200 سنة هؤلاء المساكين أي العبران بكل أسف كانوا منقسمين وعايشين في الوثنية وما سمعوش النبوات والتحذيرات، فجوم الأشوريين وأخدوهم، ولما أخدوهم تشتتوا. لما تشتتوا وهم عبران ارتبطوا بالأمم، فطلع الناس اللي بعد كده ايه؟ سامريين. فكوكتيل بين الأمم وبين العبران. فراحوا رجعوا بقى، ولغاية انجيل يوحنا اصحاح 4 الرب اتكلم على السامريين اثناء تجسده والمرأة السامرية، وهذا الرجل يروح السامرة بخطة من الرب. وعشان كده الجزء الثاني في الدعوة مش بس الأورشليم واليهودية، لكن السامرة. الأمر الثالث بقى إن هذا الرجل دخل في المنطقة الثالثة إلى أقصى الأرض، رغم إن بولس صاحب الموضوع، لكن في أعمال 21 كان أداة بركة في لبس المبشر عنده 4 بنات عزارة كنا يتنبأنا، وغالبا بيته كبير وجم كل الرحلة وكانوا موجودين عنده في الوقت ده وأقاموا أيام كثيرة. ومما أكد ذلك مش بس الرحلة اللي موجودينها رحلة الكرازية، لكن حتى أغابوس جه في الوقت ده. فقد إيه الرجل ده مضيف، وقد إيه الرجل ده بالمناسبة هو أول واحد في التاريخ في العهد الجديد يذكر عنه فيلبس المبشر. ودي طبعا موهبة مهمة جدا احنا في احتياج إليها للإتيان بالنفوس للقدوس. شكرا على الاختصار والتركيز والرسائل الهامة اللي بتتعلمنا. شفنا الشتات مهم، وشفنا ان لله قصد في الشتات، وشفنا ان لله قصد من التهديدات، وان التهديدات واقع في حياتنا. هنروح لاخر رحلة معانا النهاردة قبل ما نختم حلقتنا، عايزينكم تفتحوا كتبكم معانا وتشجعوا اخواتنا اللي موجودين اونلاين ان انتوا تساعدوهم بشير يكونوا معانا في الحلقة. وممكن بنرحب بأي تعليق أو سؤال أو تعليق لأي شيء
يخص الحلقة أو غير الحلقة. في الجزء الثالث من حلقتنا عايزين نلتقي بإصحاح شهير وهو أعمال 16، وأعتقد التقسيم اللي حضرتك طرحته بتاع أعمال واحد الأورشليم واليهودية والسامرة والأقصى الأرض، أعتقد إحنا هنا بدأنا في البارتيشن الثالث أو البلان الثالثة إلى أقصى الأرض. نعم. فهنروح لأعمال 16 ونقرأ من عدد 40 ونقرأ في إصحاح 17 عدد واحد، ونقرأ العددين دول بس وناخد رأي حضرتك في بعض الأسئلة فيه. عدد 40 هيطلع معانا على الشاشة. يقول الكتاب الكلام المهم ده عن بولس وسيلة في سجنهم في فيليبي: فخرج من السجن ودخل عند ليدية فأبصر الإخوة وعزياهم ثم خرج. بعد كده في أعمال 17 عدد واحد بكل اختصار يتكلم عنهم الكتاب والوحي: فاجتاز في أمفيبوليس وأبولونية وأتيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود، فدخل بولس إليهم حسب عادته وكان يحاجهم 3 ثبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنادي لكم به. مين؟ نعم. بخصوص النص ده، ما سبب السجن؟ يعني إيه اللي حصل عشان بولس وسيلة يدخلوا السجن؟ هل في حاجة حصلت، يعني غلطة قانونية قضائية جنائية، ولا إيه السبب بالضبط؟ شوف، أهم نقطة ملاحظة في الجزء اللي قدامنا إن أعمال 16 بدأت الرحلة التبشيرية الثانية، طول 4 كان بولس وسيلة ولوقا اللي بيضم نفسه الأقلعنة مثلا، وأخدوا تيموساوس، وهم رايحين يخدموا الروح القدس غير حاجات كتير، عملوا محاولات كتير عشان يروحوا مناطق ذكرت في أصحاح 16 في البداية. راح الروح القدس أخدهم في أوروبا، أول ما راح أوروبا ما لقيوش طبعا، ما فيش هيكل، الهيكل ده في أورشليم، ده الأصحاحات الأولى من سفر الأعمال. بعد شوية لازم نلاقي مجامع، تخرج بره أورشليم تلاقي مجامع، يعني هخدم مثلا في الجليل في مجامع، ولكن لما أروح أوروبا في يهود برضو عاملين مجامع، مفيش مجمع هنا في أول بلد اللي هي فيليبي، وسافروا السفرية الصعبة دي. طب يعملوا ايه؟ أحدوا فكروا ويدوروا ويصلوا، راح الرب أرشدهم عند نهر، لقوا مجموعة من السيدات موجودة وليدية متقدمة ومتعبدة لله، وفتح الرب قلبها، وبعدها هم مشيوا لأن كان عند نهر. لازم يكون المجمع في 10 أرباب رجال، يصرح بوجود 10 رجال يبقى في مجمع، ياخدوا اللايسنس من أورشليم، يعني ياخدوا الرخصة لأن في 10 رجال، لكن ما خدوهاش، ما فيش رجالة، الرجال قليلين. وهم ماشيين بقى في الشارع، المرأة اللي عليها روح عرافة، والحقيقة أنا لما رجعت لها في اللغة لقيت روح ثعبان، روح ثعبان، روح أفعى، روح حية، برغم أن قالت هؤلاء هم عبيد الله العلي العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص، فيها كلماتها بعض الصح، لكن طبعا احنا مش بنستشهد او بنتمسك بكلام شياطين. باختصار شديد، السبب الرئيسي لدخولهم انها كانت بتكسب مواليها رجاء حياتهم ورجاء مكسبهم، مواليها جاي اسيادهم، فطبعا معاها ناس كتير سادة بيكسبوا من وراء الروح ده، الروح الشرير ده، روح العرافة، روح السحر. وبالفعل هي لما آمنت وتغيرت وانضمت مع لدية، لكن بكل أسف راحوا هؤلاء اشتكوهم، وبولس وسيلة دخلوا السجن ظلما في ذلك الوقت. ده السبب الرئيسي: نهضة، خدمة، تغيير نفوس، دفع ضريبة. هل المؤمنين في العصر الحالي وفي كلمة الله سجنوا ظلما تاني طبعا نصوص أخرى يعني أو في أشياء؟ طبعا، معظم السجون ظلم، أخدت البال حضرتك؟ وأقصد الظلم للقديسين،
المؤمنين وليس بجديد علينا. اقرأ مثلا في جامعة 4 وجامعة 5، شوف المظالم اللي تحت الشمس، ورأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد، فلا ترتع من الأمر. ظلم الرب يسوع المسيح، كل محاكماته سواء الخميس مساء أو الجمعة صباحا، خميس مساء معظمها إن لم يكن كلها دينية، صباحا كانت مدنية، كانت مدنية كلها ظلم في ساعات قليلة. فكل المحاكمات اللي كانت مسيح، عشان كده في أشعياء 53 ظلم، أما هو فتذلل، تذلل رغم هذا الظلم، لم يفتح فاه. الرب يسوع في العهد الجديد 7 مرات ذكر عنه لم يفتح فاه، أو لم يتكلم أو صمت أو سكت، مع أنه يملك هذا في ظلم. ولغاية دلوقتي الله دلوقتي اللي بيتسجنوا واللي بيتعدموا في نيجيريا ولا في إيران ولا في الأماكن الأخرى اللي فيها تهديدات، لما بسافر بعض السفريات بلاقي في بعض الخرائط أسامي خدام، والخدام دول مرسلين ومكتوب تحتهم إيه؟ سبيشال إيريا، منطقة خاصة، طبعا باينة ما يقدروش يكتبوا أدرس ولا يكتبوا حتى الدولة. وعشان كده طبعا في ظلم كتير قوي قوي موجود، وده اوريدي كان ظلم. واللي اكد انه ظلم الكلام اللي قاله بولس، انهم رومانيان مش من حقهم يظلموا في الوقت ده، لكن بنتعلم من الرب، ظلم اما هو فتذلل. عشان كده اي اخ او اخت مصدومه تبع حكم معين او ظروف معينه، يبصوا شخص الكريم الذي ظلم، الرب يسوع المسيح، وتأكد ان الرب هينظر اليك. بولس وسيلة دخلوا السجن والرب نظر اليهم واخرجهم. هل رد فعلهم جوه السجن ده في ردود فعل مشابهة ليه لأناس تانية في الكتاب وهم في السجن؟ كان ليهم رؤية أخرى، كان ليهم توجهات راقية سامية زي ما هم هنا كانوا يصليان ويسبحان الله؟ هل في ناس تانية نتعلم منهم هذا؟ طبعا كل واحد ليه ظروف معينة ربنا بيخلق منه إنسان آخر. يعني مثلا الفتية الأربعة اللي كانت، الفتية الثلاثة اللي كانوا موجودين أيام دانيال، قد إيه شافوا الرب وشوفوا بقيوا إيه في العهد الجديد. الحقيقة أكثر حاجة بتأثر فيا من أناس كانوا موجودين في السجن رسائل السجن، الرسائل اللي اتكتبت من السجن. وأنا فاكر شخص عزيز دخل سجن معين وطلع من السجن، والسجن كان فيه افتراء ومتاعب وربنا استخدمه، طلع وقال لنا في الاجتماع كده: فالسجن يمسى به أي يصبح به روضا محاسنه، أي روضة يعني جنينة يعني جنة، تسبي وتزري سنا بالشمس والقمر، لا فرق عندي في موضع عندي أو زمن، فالروح فيا يقود النفس للظفر. فبولس مثلا يدخل السجن، وليكن السجن الأول بتاع روما مش سجن فيليبي، ده سجن فيليبي كان محدود ساعات، ورب استخدمهم على الأقل للسجان، إنهم كانوا بيسبحان الله، يصليان ويسبحان الله، وتأثر السجان وخلص هو وبيته واعتمد، وعشان كده بقيت كنيسة هنا، أبصر الإخوة عجبا بقيت كنيسة في بيت ليدية، لا شك من ليدية ولمن معها والمرأة اللي كان عليها روح عرافة، وأيضا انضم هؤلاء. لكن السجن بتاع روما اللي خد 2 سنين في الأول، وهو السجن الأول في روما يمكن سنة 61 و62، وده في سفر الأعمال أصحاح 28، طلعت منه على الأقل 4 رسائل، وطلعت منه إحدى الرسائل عشان شخص ولد في السجن وهو أنسيموس، والرسالة هي رسالة فيليمون مع أفسس وفيليبي وكولوسي اللي كانوا سبب بركة للكل.
لكن السؤال المهم الأخير اللي نختم بيه الجزء الدراسي ده قبل ما ندخل في أسئلة حياتية أكتر، إيه رأيك في توجههم ورد فعلهم بعد خروجهم من السجن؟ يعني بنشوف في عدد 40 اللي قريناه توجه، وبنشوف في الإصحاح 17 عدد 1 لعدد 5 اللي قريناهم توجه تاني راقي. إيه تعليق حضرتك على التوجهين دول اللي بيحصل فيهم، وكيف نتعلم منهم اليوم؟ الحقيقة أنا فكرت فيها دي وأشكرك جدا على السؤال، وسؤال واقعي وسؤال خدمي. يعني بصوا يا إخوة يا أخوات من فضلكم، وأرجوكم كل واحد يحط مكان نفسه مكان بولس وسيلة. يعني مزقوا ثيابهم، جروهم، خلي بالكم دخلوا السجن الداخلي، رجليهم في المقطرة، وأنا آسف أقول لك رجليهم إزاي في المقطرة في الدراسة، ادي جسمه فوق اهو ورجليهم اهو مفتوحه كده، هي دي المقطره. يعني بص شكلهم ايه، شكلهم ايه، فطالعين من كل ناحيه متبهدلين، وبعدين يخرجوا من السجن ويروحوا يواصلوا الخدمه، امر فوق طبيعي. دي قوه من الرب، دي قوه مش شخصيه، دي قوه الهيه. وبعدين يتحركوا في ليلة واحدة أو ليلة وساعات، يجتاز في أمفبوليس وأبولونية وأتيا إلى تسالونيكي. باختصار أقل منطقة من دي من دول، أقل منطقة 50 كيلو، وفي حاجات 58. فأنت لو حسبت عشان يوصلوا لتسالونيكي يطلعوا من فيليبي ويروحوا أمفبوليس وابولونية ويوصل لتسالونيكي، اضرب 55 في 3 في الافريج، يعني 160 165 كيلو. ودول تعبانين، البلد الاولى والتانية ياخدوا ليلة ولا حاجة بطريقة وبأخرى وطريقة بدائية، وبعد كده يوصلوا لتسالونيكي ويقعدوا 3 سبوت هناك والخدمة. لا شك معاناة صعبة ومجهود قاسي ومؤلم، وقت صعب، ولا عندهم فندق ينزلوا فيه، ولا عندهم بيت معاهم، ولا عندهم إمكانيات زي المتاح في الوقت ده، لكن دي معونة من عند الرب. دايما لما بدرس حياة الرب يسوع أو بدرس حياة الرسل، بحق زي ما قال كتاب في يوحنا 4، آخرون تعبوا وإحنا دخلنا على تعبهم. شكرا على وقت حضرتك، لكن السؤال المهم العملي اللي عايزين يكون النهارده بنربيه من الحلقه دي، كيف نرى في الرب يسوع مثالنا في الالم؟ خدنا ناحيه الرب يسوع في حياته، في صلبه، في كل شيء، وما نمر به اليوم. ازاي نبص للحاجتين دول النهارده ويكونوا سبب بركه وتشجيع لي؟ شكرا. أنا شخصيا أكتر حاجة أشوفها بخصوص الرب يسوع المسيح، وده سؤال مفاجئ جميل وحلو، ما ذكر عنه في بطرس الأولى أصحاح 2، ولو حبيبنا فادي جابه يبقى كتر خيره. بيقول إيه الوحي المقدس وبيكلم الخدام وكثيرين مننا وكمؤمنين وكمؤمنات أحباء، إن كانوا هذا أو ذاك أو خدام اجتماعيا، عدد 21، لأنكم لهذا دعيتم، بطرس الأولى 2:21، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا. مثالا بتيجي بمعنيين في اليوناني، ختم، ختم، امشي على نفس الختم، هي دي الختمة، هي دي الخدمة، الخدمة ختم. والمعنى الثاني مثال نحتذي به، ذو استقامة، مستقيم، زي ما قال في 37 من سفر المزامير، لاحظ الكامل وانظر المستقيم لكي تتبعوا خطواته. الذي بص الخطوات، ومثالا في الألام واحتمال الألام، الذي لم يفعل خطيئة، احنا وارد بنفعل خطايا وضعف، لكن هو لم يفعل خطيئة، ولا وجد في فمه مكر، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، واستألم لم يكن يهدد،
بل كان يسلم لمن يقضي بعد. فأنا شخصيا كل ما أبص ليه وكل ما أتأمل فيه وكل ما أتمعن فيه كل ما يزداد احتمالي وصبري واتمتع بمعونة الرب أكتر. أختم بآية جت في بالي دلوقتي مهمة أوي أوي أوي. فتفكروا في الذي احتمل من المخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه. وأقول لكل واحد وحيد وكل واحدة وحيدة وكل واحد تعبان، رب يسوع المسيح كان وحده على الصليب، وبينما أيضا في مواضع سابقة كان كل واحد يذهب إلى بيته، أمال هو فين؟ كان يمضي إلى جبل الزيتون. معلش يا صامول أقول حاجة شخصية، آسف. في بداية الخدمة لما كنت بسافر بعض البلدان وكنت شاب، ألاقي كل الإخوة والبيوت راحوا بيوتهم، وأنا كنت أطلع استراحة. يعلم الله الاستراحة دي فيها إيه، هل فيها راحة أم لا؟ وممكن يكون في الشتاء في يناير فيها أزاز، فيها شبابيك، فيها أرضية، فيها غطيان كافية، فيها أي شيء، مين كان بيعين غير الرب؟ وكنت أروح بعض البلاد بعد ذلك درجة الحرارة حنان توصل 55 درجة مئوية. كنت أمشي الشوز بس بتاع رجليا يلزق في الأسفلت عشان أوصل للقاعة، لكن كنت أفكر فيه في ألماته في وحدته. وعشان كده هو اللي بيساعدنا دائما. وأنا بقول الكلام ده بفكر ليه يا رب احتملت، أهم سؤال. وأنا بفكر في أقارن شخص بشخصه، هو قدوس واحتمل ما كانش في عيب. احنا وارد جدا يكون عندنا ضيوف ضعفات وسقطات، ولا نحترم حينما نكون ضيوف في بعض الأماكن، وخاصة في التأسيس تراح لناس مش مؤمنين. وبولس كان بيأسس ازاي، وغيره السابقين كانوا بيأسسوا ومن معه، وحتى الآن كيف تؤسس؟ عارفين كلمة واحدة بس في الختام، ما قاله الوحي المقدس في هذا الجزء: من أجل السرور، من أجل السرور. الموضوع أمامه احتمل الصليب. فكل ما تكون مسرور لا تكون مغرور، وكل ما تكون مسرور تكون مغبوط من قبل الرب. وعشان تربح النفوس لابد أن تصفح لتربح، وحينما تربح تفرح. فكلما نصفح نربح، وكلما نربح نفرح، ومن أجل السرور. وأي واحد بيخدم، أي واحدة بتخدم من أجل السرور، رايح مدارس أحد تخدم من أجل السرور. أوعى تنسى، أوعى تنسى، في سرور قدام الرب، كان في خطة موضوعة، في نفوس ستأتي، في تتميم للخطة، في أن يفعل ما يرضي الآب. وإحنا أهم مسرة تسر الرب أن نكون في رضاه. عشان كده حياة الرب يسوع تتلخص جزئيا في بداية كلماته في لوقا 2: ينبغي أن أكون في مال أبي. وفي نهاية أقواله في يوحنا 17: أنا مجدتك على الأرض. وما بين الاثنين يوحنا 8:29 حينما يقول: في كل حين أفعل ما يرضي. وعلى الصليب في السبع عبارات: قد أكمل، ثم يا أبتاه في يديك أستودع روحي. عشان كده استفانوس كان بيتحمل ليه؟ كان بيبص للمسيح اللي اتكلمنا عنه. بدأ بحياته إله المجد، أول كلمة في العظة بتاعته، وختم: رأى إله المجد وتأثر بالمجد وعكس المجد على المؤمنين، فاستمروا في شتاتهم، أي شتاتهم خارج أورشليم في الخدمة، ممجدين للرب وممجدين من قبل الرب. وأثر في الخطاط البعيدين في صلاته متأثرا بأقوال الرب، فأثرت في شاول
الذي صار بولس، وكانت صلاته هي منخس من المناخس التي استخدمت في تعاملات الله معه، وقال له صعب عليك أن ترفس مناخس. شكرا جزيلا. في نهاية حلقتنا، هل لديك أي رسالة في دقيقة أو دقيقتين للكنيسة بعد الغلق وبعد منع الغلق وبعد كورونا وبعد الأزمات اللي مرت بيها النفوس وأعضاء الكنائس والكنائس المحلية والكنائس في كل البلاد؟ أتمنى من قلبي وبصلي أن الأشهر الفائتة تكون اتغيرتنا أولا كخدام لنتشبه بالمسيح يوميا ونتمثل به، وغيرتنا كمؤمنين في علاقات خفية بيننا وبين الرب تنعكس قدام الآخرين، فنظر حياة روحية إيجابية، ونكون أكثر التزاما وأكثر ورعا وأكثر انتظارا. كنيسة عليها دور كشيوخ وكشمامسة وكخدام وكأعضاء بنفس الكيفية. شفنا الاحتمال وشفنا الصبر، الرب يعيننا نكون أكثر صبرا ونكون عاملين ما يرضيه. وصلي أيضا لأجل النفوس المسكينة البعيدة اللي بتسمعنا دلوقتي، الرب تعامل معاك بطريقة بأخرى، فأرجو أن تتوب وترجع. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. هل لك رسالة برضو في دقيقة للخدام المتألمين المتضايقين في هذا الوقت الصعب؟ طبعا أنا بشكرك على السؤال ده، لأني كخادم شرفني الرب عبر هذه السنوات، كان 33 سنة أو أكتر في تفرغ الخدمة، أحس بكل خادم أمين ومخلص، وخاصة اللي عنده خدمة رعوية، والرعاية أصعب مجال خدمي. لكن بص لراعي النفوس وأسقفها، وبص للراعي العظيم، وتأكد المسيح احتمل، وانت الله يعينك في مكانك المحلي واحتمل وتشدد بالرب، وأرجو أوعى الشيطان يحاربك لترك مكانك أو ترك خدمتك. وإن كنت هتترك مكانك الحالي والرب عايزك في مكان آخر، صلي كتير عشان تتوجه بحسب مشورة الرب. أما الخدام الأعزاء المتفرغين الكارزين أو المسؤولين عن اجتماعات أو كنائس محلية أو ما شبه ذلك، أو في هيئات خرجت من هذه الكنائس، الرب يعينكم. ليس عندي شيء أقول لك إن الرب يعين عائلاتكم وأسركم ويحفظ ولادكم وزوجاتكم من كل مرض ومن كل شر، وأصلي لأجلكم في تحركاتكم أن ترفعونا أيضا في صلاة، وأن تأخذوا فكر الرب في كل كلمة مقولة. الخدمات أو العظات مش سهلة في التحضير ولا في التجهيز، لكنها صعبة جدا في التحضير أو التجهيز، وأيضا في التقديم أكثر صعوبة، لا سيما العظات الحياتية أو الخدمات التعليمية. رب يعيننا نكون إيجابيين ونعتذر لبعضنا بعض عن أي حاجة لم تقول بحسب الروح القدس، والرب يدينا خدمة جديدة، ويدينا أيضا عمل جديد وامتداد جديد وانتظار للعريس المبارك الرب يسوع المسيح، وله كل المجد. آمين. آمين. احنا خلصنا وقتنا، وبنشكر حضرتك على الوقت، وبنتمنى نلتقي في لقاءات أخرى في مواضيع متعددة بتهمنا وتشغلنا، وندور في كلمة الرب. أنا بشكرك كذلك، وبشكر كل التعبين وكل الأحبة الموجودين في كل الأنحاء والأرجاء، ونشوفكم بخير، وأهلا وسهلا بيكم على هذه المواقع. أمين. يا ريت حضرتك تصلي لنا في النهاية. شكرا على وقت حضرتك. ربي يبارك. تعيش. تعالوا أحب نصلي عشان كل كلمة قلناها أمام الرب نكون مسؤولين عنها، فيما نسمعه، فيما نخضع، وفيما نطيع، وفي حتى لو ما كنتش مقتنع أنا بطيع، لكن لما بكون مقتنع وبطيع لا شك بوصل للخضوع
انا مش مقتنع لكن بخضع حبا في الرب وفي كلمته. يا رب انا بصلي شخصيا واخوتي واخواتي بيشاركوني في هذه الصلاة، انك تبارك كل واحد وكل واحدة معنا سواء في المباشر او حينما ان اردت ان تكون مسجلة ووجد وقت في حياتنا. بصلي لاجل مرضى كورونا بنحطهم قدامك، ايضا مرضى الكانسر بنحطهم قدامك، مرضى الفشل الكلوي، مرضى السكر، ايضا الضغط يا رب، الروماتيزم او الروماتويد، ايضا يا رب اللي عندهم ظروف خاصه واللي بيشتغلوا في مجال التمريض بنحطهم بين ايديك، ايضا اللي تواصلوا معنا يا رب انت القادر تحسن اليهم وتتمجد. اذكر ظروف البلاد يا رب خاصه اللي ذكرت مره ومرات، بنحط بيروت يا رب، بنحط الافراد، بنحط الاجتماعات، بنحط الكنائس، بنحط الشعوب، بنضع البلدان هناك يا رب، بنضع هذه الكلمات اللي قدمت في ضعفنا البشري نرجو أن تعالجها وتقدمها بالصورة الأنسب بحسب فكرك. بارك عبدك ومن يتعب معه، وبارك أسرته، وبارك أسر عبيدك وعبداتك في اسمك الكريم ربنا يسوع المسيح، استجب وليك من كل القلب كل الشكر. آمين. شكرا لحضراتكم، وشكرا للأخ طلعت فكري على وقته وعلى كل كلمة قيلت اليوم. ربنا يستخدم هذه الحلقة لمجده. لو هو حضرتك أعجبتك الحلقة أو عندك تعليق، ممكن تسيب تعليقك في رسالة خاصة أو تحت البث المباشر. وبنشجعك كمان لو فرق معاك أنك تعمل شير ليها، تساعد الكلمة دي أنها تنتشر وتكون سبب بركة لناس كثيرين في ضيق، في ألم، في تحديات، في أزمات، في أي شيء. ربنا يبارككم، ونلتقي الثلاثاء القادم في حلقة خاصة جديدة على صفحتنا أساسيات مسيحية، وتصبحوا على خير.